بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض موضوع الروبوت. في الأول حاجة لازم أعملها قبل ما أشتغل في مشروع إن أنا أحمل ملف الويزر، لأن ده هيديني المعلومات الخاصة بالمشروع ده موجود فين. وبعد كده بشوف زاوية الشمال، وبعد كده بدخل هنا بقى أبدأ أعمل الزنات بتاعتي. ممكن أهوت سكيب ده زون 1، وبعد كده أعمل زون كمان، وبعد كده نعمل زون كمان بالشكل دوت. وخلينا نعمل بعض العمليات السريعة جدا، تمام، على أساس بس إيه يبقى فيه أي شغل موجود. أجي مثلا هنا وأقول له أنا عايز أعمل أوتو في الجراوند أوبجكت، أظبط الجريد ده هنا، وبعد كده هقول له أعمل لي تحليل اللايتنج. ممكن على فكرة تاخدهم كلهم كل الزونات في نفس الوقت، مفيش مشكلة. ونعمل مثلا عملية مثلا صوت، أحط مثلا أي مصدر صوت، أقول له ده خلي مثلا ده 1800 أهوت دوت. هاجي هنا في الريس أقول له ده السورس وده المبنى بتاعي أهوت ريفليكت. وبعد كده تقول له مثلا شوف، هيبدأ يوريك البراكتس. طيب خلينا نخش بقى في الريبورت. طبعا شايف دي معلومات عامة ومجرد بس يعني بيقول لك ايه الحاجات الجديدة، ده مش عايزينه، احنا عايزين ندخل بقى في الشغل. فأقول له هات لي موديل زون، وأقول له هات لي معلومات عن الزون. كله صفار زي ما انت شايف، مفيش أي معلومات خالص. فأنا عشان أحسبهم وأقول له كالكوليت زون فوليوم، تمام. وبعد كده هقول له هات لي معلومات عن الزون، هتلاقي كل المعلومات بدأت تظهر معاك هيت، ما عدا الاتشباك سيستم، لان احنا ما عملناش عاملين اتشباك سيستم في المشروع. بس بدأ يظهر لي المعلومات، لو في ويندو هيبدأ يظهر لي، الفوليوم موجودة، سيرفيس موجودة، الفلور موجودة، وهكذا. تقدر تقول له انا عايز مثلا معلومات عن الموديل اوبجكت، فيبدأ يجيب لي معلومات عن الفلور، الوول، السيلينج، وهكذا. اناليسيس جريد يبدأ يجيب لي المعلومات. ف تقدر تضيف اي ريبورت، اي تقرير انت عايزه، تضيف العناصر اللي انت عايزها، تمام. وتقدر تسيف الشغل دوت، وتقدر تقول له فورمات، انا عايز اشوف تكست بس، لا انا عايز اشوف تكست في هاي التيبل، عايز اشوف حاجه بيكون في فاصله بينهم. طب انت عايز الشغل ده HTML، تمام، وده هيكون شكله شيك جدا وشكله حلو ومتظبط بملفات اللي هي ال CSS ستايل شيت، و بيطلع الصور موجوده فيها او اكسل، تمام. ودي ميزتها لو انت هتعمل تعديلات على الملف الاكسل دوت، يعني هتعمل معادلات مثلا، فممكن تقول له مثلا اكسل وتشي ميل تعمل الاثنين، مش مشكلة، وتقول له اوكي، هيفتح لك ملف الاكسل فيه المعلومات اللي انت عايزها اهو بالشكل دوت، الريبورت دوت. بس هو يمكن نفتح القديم لسه عشان احنا مسيفناش الشغل بتاعنا، تمام. دي فكرة الروبوت، تمام. وتقدر تحمل أي روبوت جاهز وهو يبدأ يحط لك المعلومات فيه.